بكم مشاهدينا الأحبة، وأزكى تحايا المسائية العامرة بالمحبة والسعادة لكم جميعا، كل من يتابع برنامج من عمان الآن وحتى تمام العاشرة بإذن الله. هنا مساحة مسائية نستعرض من خلالها هذا الحراك الوطني في مختلف المجالات والأصعدة، فتحية لهذه الجهود الفردية والجهود الحكومية والخاصة، تسعى جاهدة لرفعة عمان في الداخل والخارج. حلقة الليلة مشاهدينا زاخرة أيضا بالعديد من المتابعات، نتمنى لكم إن شاء الله متابعة ماتعة حتى الساعة 10 كما ذكرت. البداية نحتفي بالمتسابق الشاب إن شاء الله، شاب الحبسي، وهو متسابق فورميلا 4، فاز مؤخرا بالبطولة الأوروبية للفورميلا 4 في إسبانيا بالمركز الأول. حتى يعني منذ صغر سنه ما زال يحقق إنجازات عديدة، بلغت حتى الآن 120 لقبا. تفاصيل مختلفة حول إنجازات الشاب إن شاء الله في المحطة الأولى من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. في مساحة أخرى مشاهدينا، طلبة جامعة السلطان قابوس ينجحون في تجربة استزراع وتفقيس سمك جراد البحر الأزرق. هذا بحث طلابي، سنتعرف إن شاء الله على تفاصيل هذا البحث برفقة طلبة جامعة السلطان قابوس في محطة لاحقة من برنامجكم من عمان. في حديث آخر ومساحة أخرى مشاهدينا، نادي كعب بن زيد الفلكي، هذا النادي مبادرة تقدمها مدرسة كعب بن زيد. تفاصيل مختلفة حول هذه المبادرة، الخدمات تقدمها للطلبة في مجال الفلك، وهو تقريبهم إلى هذا العالم تقريبا حقيقيا من خلال جملة من الفعاليات والبرامج سنطلعنا إن شاء الله من خلال ضيفي الكريم في هذه المحطة. أيضا مشاهدينا سنتعرف على ورشة عمل حول التحديات والحلول المتاحة في مجال صون البيئة، هذه الورشة بتنظيم من وزارة البيئة والشؤون المناخية، تفاصيل حاضرة أيضا برفقة ضيفي الكريم في هذه المحطة، وهي المحطة الأخيرة في حلقة الليلة. مشاهدينا هذا بالنسبة لمحطاتنا الحوارية في استوديو برنامج من عمان، بالإضافة إلى تقارير منوعة نستعرض من خلالها هذا الحراك وهذا التفاعل، أيضا من خلال مجموعة إن شاء الله من التقارير القادمة. كما تعلمون مشاهدينا أو يعلم المجتمع الرياضي في عمان خاصة، غدا بإذن الله سيقام نهائي كأس جلالة السلطان المعظم بكرة القدم بين ناديي فنجا وصور. القناة الرياضية تبث عدد من البرامج الرياضية تغطي هذا الحدث المهم في السلطنة، منها البرنامج الذي يعرض حاليا برنامج جماهير الكأس على قناة رياضية، سنأخذكم إن شاء الله إلى أجواء الحماس وأجواء الرياضة في البرنامج الرياضي جماهير الكأس من تقديم الزميل أحمد العاصمي. ومساء الخير، مساء الكأس الغالية يا أحمد. الصوت كأنه كذا بعيد شوي بس أنا قادر نوعا ما أسمع بيان. بيان مساء الخير، مساء الخير لكل من يتابع أكيد ربط المباشر، إن كان من برنامج من عمان، برنامج صدى الجماهير، وأكيد تغطية الخاصة للقناة الرياضية بنهائي الكأس الغالي اللي يحمل اسم مولانا حفظه الله ورعاه، أكيد متواصلة خلال الأيام الماضية وخلال هذه الأيام إن شاء الله يوم الغد بإذن الله تعالى. فترة بث راح تكون من الساعة 11 إن شاء الله الصباح، متواصلة يمكن إلى الساعة 2 حتى بالليل أو بعد منتصف الليل بإذن الله تعالى. اليوم أكيد معانا الجماهير حاضرة في برنامج صدى الجماهير، الجماهير حاضرة بهازيجها بطبولها بشلاتهم بتحدي جدا جميل وأكيد رائع ومميز. بيان أكيد يعني كيف الأوضاع معاكم؟ أنا أتوقع الطاقم اللي عندكم حتى يريد يوصل معانا، كيف الطبل واصل الصوت عندكم ولا لا؟ احنا نريد نوصل هذا الصوت، يعني نكون حلقة وصل للمشاهد ايضا والقناة العامة، نصل جماهير، صوت جماهير الكأس، نادي فنجا ونادي صور، من الأعلى صوتا حتى الآن. بيان تسأل من الأعلى صوتا الآن يعني. يعني ما راح اقول بيان طبعا اكيد الجو اللي معانا هنا
لحظة شوية بناخذ معاكم الحين الشلة، بس أكيد الجو العام معانا هنا شيء جدا جميل ورائع. أنا أكيد أدعو الجميع اللي عنده وقت من الشباب موجود ياخذ لفة مع الشباب هنا. إحنا أكيد راح نسمعكم شلة. عندكم صور؟ ها؟ نبي لكن شلة شلة. ها؟ روح. يا الله صراوي يا صراوي يا ناس هذا الأزرق حذروا الفنجاوية عينك بتدمع عينك بتدمع والليلة هذه لازم تعاني والليلة هذه والله والله هو والله صورة ويسمع صورة ويسمع صورة ويسمع صورة ويسمع شو يقول الملك اسمعي الصرا وش يقول الملك صورة ويسمع عينك بتدمع عينك بتدمع. يعني مشاهدينا كما تشاهدون الآن عبر القناة الرياضية جماهير الكأس، هناك جماهير حاضرة فعلية أيضا على المدرجات لنستمع إلى فرحتهم الرياضية. غدا راح يكون النهائي إن شاء الله بين صور وفنجة. الفوز دائما للجميع، ولكن هذه هي الرياضة، لابد من طرف فائز يكون أكثر فرحا بكل تأكيد. إن شاء الله كل التوفيق للجماهير أو نقول لنادي فنجة ونادي صور غدا في مباراتهم. وكما ذكرنا أيضا هناك تغطيات مباشرة من قبل قناة عمان الرياضية وبرامج تستمر حتى 3 فجرا كما ذكر الزميل أحمد العاصمي. شكرا أحمد على هذه التغطية. محمد سبحيلي روح معهم روح معهم يلا معهم يلا نروح. إذن صور أم فنجة، من سيتوج بكأس جلالة السلطان؟ هذه الإجابة غدا سنعرفها إن شاء الله، وسنفرح مع فنجة وسنفرح أيضا أكثر مع صور إن شاء الله غدا. إذن مشاهدينا نستكمل معكم أيضا مواضيعنا في حلقة برنامج من عمان لهذه الليلة، وليس بعيدا عن الرياضة أيضا، ولكن إلى رياضة أخرى وبطل عماني إشهاب بن أحمد الحبسي سيكون ضيفنا في الدقائق القادمة من حلقة برنامج من عمان، ولكن قبل ذلك دعونا نشاهد ملامح عن شخصية هذا الطفل في هذا التقرير. مشوار الألف ميل يبدأ بحلم، حلم يراودك في الطفولة،
على أمل أن تلقاه في مراحل لاحقة، فما بالك بمن راودته الأحلام في مرحلة مبكرة وحقق جلها في نفس المرحلة، علّه أن يكمل المسير ويظفر بالوفير فيما بقي من أحلامه. المتسابق العماني شهاب الحبسي صاحب 15 ربيعاً، بطل الفورميلا فور من الجمعية العمانية للسيارات، كانت الانطلاقة قبل 7 سنوات من الآن ليبدأ حلمه في بطولات الكارتينغ، ليعتلي بعد ذلك عرش بطولاتها، استحقاق أهله ليكون بين النخبة على مستوى العالم للانضمام للأكاديمية الفرنسية للسيارات لخوض تجارب الفورميلا فور، ليبدأ كتابة مسيرته في عالم المحركات. عديد الجوائز المحققة، إنجازات مشرفة، اعتلاء للمنصات، رفع لعلم السلطنة، مشاركة أخرى هذه المرة من بوابة إسبانيا. بطل السلطنة بدأ مشوار حلم الفورمولا 1 بعدما فرض نفسه بقوة على الساحة الأوروبية، وذلك بعد اعتلائه منصة التتويج وتحقيقه المركز الأول بجدارة واستحقاق مع نهاية الجولة الأولى من بطولة أوروبا للفورمولا 4 على حلبة نافارا بإسبانيا. رغم الصعوبات والتحديات، رغم شدة المنافسة، صعوبات قابلها تدريبات مكثفة على المستوى البدني والفني والعلمي وتدريبات أخرى ليكون حصاد إنجاز لأصغر متسابق على مستوى العالم في هذه البطولة، ليضع اسم السلطنة على خارطة المشاركات الدولية في رياضة المحركات. مساء عامر بالإنجازات. نحن نحتفي اليوم بإنجاز رياضي للبطل العماني المتسابق شاب بن أحمد الحبسي، وتفاصيل هذا الإنجاز، المركز الأول في سباقات البطولة الأوروبية بإسبانيا، بجانب ذلك حقق شاب 120 لقبا منذ بدايته في هذا العالم وهو 9 من عمره آنذاك. تفاصيل مختلفة إن شاء الله برفقة ضيفنا شاب بن أحمد الحبسي. مساء الخير شاب، وحياكم الله في برنامج من عبان، وألف مبروك لك هذا الفوز. مساء النور، الله يبارك فيكم دنيا وآخرة. يعني المركز الأول في هذه المسابقة أو هذه البطولة الأوروبية بإسبانيا، نتحدث شاب بداية عن استعداداتك لهذه المسابقة، هل توقعت الحصول على المركز الأول؟ طبعا كان الاستعداد ما كان يعني مستعد بشكل عام، كنت أكيد مستعد جسديا ذهنيا، لكن كسباق وتدريب في الحلبة صراحة ما كنت جاهز بشكل عام، لأني ما تدربت قبل السباق، فدخلت سباق سيدة على طول ما كنت متدرب، لكن طبعا ما كنت صح، كان عندي ثقة إنه بكون سريع وبكون قدام، لكن ما توقعت إني بكون يعني أجيب مركز الأول. لكن في ذيك اللحظة أول ما انطلق السباق يعني حطيت هدف إني أقدر أوصل له، والحمد لله رب العالمين يعني صدر مركز الأول على مسابقين عالميين عندهم خبرة كبيرة. نعم، يعني 16 مشارك تقريبا نعم. هذا المصنفين حوالين العالم عندهم خبرة كبيرة. جميل، ماذا يعني لك هذا الفوز؟ يعني سبق وحققت أيضا مراكز متقدمة في مسابقات عالمية أخرى، ولكن المركز الأول بكل تأكيد لها مكانة في قلبك اليوم. أكيد تحصل على المركز الأول على بطولة أوروبا التي قامت في إسبانيا أكيد شيء كبير، حتى الشركات الكبيرة للسيارات أكيد أنظارهم بتكبر كمتسابق عربي. جميل، يعني وأنت في عمر 9 كما ذكرت في مقدمة هذه المحطة بدأت علاقتك مع هذه الرياضة، نتحدث عن البدايات. والله بدايتي طبعا كانت من يوم صغري كنت أحب يعني السيارات، حتى كنت أحب أقول أن أريد أسوق سيارة والدي، لكن والدي كان يكرر العبارة يوم تكبر شهاب تسوق. في يوم من الأيام بعد ما إلحاحي الدائم لوالدي قررت أن أروح يعني جميع عمان للسيارات عشان أسوق سيارة الكارتينغ. طبعا سيارة الكارتينغ فقط كانت الإيجار مش كسباق،
فقمت أسوق الحمد لله. كنت أحطم أرقام قياسية من أول يوم، كشهر سنة أسبوع أو اليوم. فمن هناك بديت وقمت أجي يعني بشكل أسبوعيا، فكنت أتدرب بشكل عام. وبعدين يوم من الأيام كان كابتن حمد الهبي موجود هناك، كنت أسوق أنا وشاف السرعة وشاف التوقيت اللي حصلت أنا. ومن هناك حصلت كان يشوفني وقال لي تعال بكرة وتعال سوق هذه السيارة. أكيد كان هو شيء مستغرب إنه كيف هذا متسابق صغير ما في حد خلفه، ما في حد وراه، يعني والدي حتى ما متسابق سيارات. صحيح. فأنا جيت أصلا شيء لا فرق. فمن هناك قال لي تعال بكرة وسوق سيارة. فيوم الثاني جيت سوق سيارة، كنت صراحة يعني حتى الليل ما كنت أنام سيدة. يعني كان فرحة لا شعور لا يوصف أكيد. جميل. فيوم الثاني جيت أسوق والحمد لله شافني كيف يعني تكنيك وخبرتي اللي أنا أقدر. كوا ترى كابتن حمد الهبي وهي بي متسابق راليات، فعنده خبرة ويعرف يحس كم متسابق. لنظرة يعني. أكيد عنده خبرة كبيرة يعني، هل هذا المسابق يقدر يوصل؟ وأكيد هو اليوم فخور فيك جدا. نحن بعد فخورين فيك، فخورين بكل الإنجازات اللي تحققها في مختلف المسابقات. لو نتحدث نعطي المشاهد فكرة عن المسابقات اللي شاركت فيها أو البطولات العالمية. والله بطولات عالمية أخذتها كثيرة، حصلت على بطولات عالمية، واحدة منهن بعدد الأشياء حصلت مركز الأول في عمان، حصلت مركز الأول في الإمارات ثلاث مرات، حصلت مركز الأول على شرق الأوسط، حصلت مركز الرابع على العالم، هذا أكبر إنجاز لي اللي حققته، مصنف ما بين العالم الرابع الحمد لله. حصلت مركز الثالث في إيطاليا، مركز الرابع في أوروبا، والحمد لله حصلت بعد بطولات إماراتية في الفورمولا 4 حاليا. فعندي الحمد لله الحمد لله. يعني اليوم هذه المسابقات أو هذه الرياضة إيش تحتاج من الناحية المادية، أيضا استعدادات البدنية أو حتى التمارين الرياضية؟ أكيد من ناحية المادية أكيد هذا الرياضة مكلفة كثيرة كمعروف، فرياضة المحركات مكلفة كثيرة تحتاج دعم أكبر. ونتمنى من الشركات الكبيرة من مثل عمانتل إنها تحت ظني يعني، أو شركات أكبر اللي معروفة في عمان تحت ظني، عشان أنا أكمل مسيرتي الرياضية بشكل صحيح. جميل. عشان أنا أتدرب حتى صحيح. أكثر هذا الرياضة تحتاج تدريب أكثر في الحلبات. مثلا أنا هذا اليوم مفروض أكون في الحلبة، مفروض أكون السوق أتدرب على السباق الجاي اللي بعد أسبوعين في فرنسا، لكن أنا جيت عمان لأن في الميزانية محدودة معنا. لكن نقول إن شاء الله خير في المستقبل يكون عندنا دعم أكبر اللي يحتاجنا. ومن ناحية البدنية أكيد شيء يكون عالي، أكيد يكون أهم شيء التركيز. التركيز أصعب شيء كمتسابق رياضي، لأن التركيز حوالي سرعة 250 كم في الساعة. أنت تحاسبي على حوالي نش، تحاسبي على يعني الفرامل، تحاسبي على دوران السيارة، فواجد أشياء، ضغط الإطار، ضغط الهواء، ضغط كل شيء، فضغط الماكينة المحرك، فأشياء كثيرة تحتاج. واللياقة البدنية أكيد عالية تحتاج. أيوة تحتاج. وأكيد شيء ثاني بعد تحتاج لياقة قوية عالية في الرقبة، لأن عسرت 260 كم في الساعة على لفة كبيرة، فتحتاج أكيد رقبة قوية عشان اليوم أنت كيف تستطيع أن توازن كل هذه الأشياء تطورها يعني من يوم إلى يوم آخر؟ أكيد والله أنا وزنها يعني لا. أنا وزنها من كثر حبي وشغفي له. وزنها أول شيء بتكون مدرسة، بتكون معاي أول شيء طبعاً الدراسة، وبعدين الرياضة، وبعدين أشياء ثانية. لكن الحمد لله رب العالمين موازنها، يعني والدي في ناحية الفنية، لكن والدتي في ناحية المدرسة والأشياء الثانية. جميل. نتحدث أيضاً عن جانب الدعم، يعني ذكرت أنه اليوم كان لابد أن تكون في الخارج حتى تتدرب البطولة قادمة بعد أسبوعين في فرنسا. نعم. اليوم حتى الآن يعني مدى الدعم اللي حصله إشهاب؟ والله حصلنا دعم بسيط من وزارة الشؤون الرياضية، والراعي الحصري هو صحار الدولي اللي قدم لنا الدعم، وفي شركات ثانية يعني انتهى عقد معنا، لكن نحاول نعقد يعني نجدد العقد معهم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني تيسر الأمور لهذه السنة. يعني أنت تناشد القطاع الخاص بأنه يكون أكثر فاعلية في دعم هذا النوع من الرياضة؟ أكيد، لأن هذه الرياضة مكلفة كثيرة. صحيح. فالسيارة كلها واجد أشياء يعني فيها واجد أشياء تتعلق فيها، مش بس فقط كمبلغ بسيط. وثاني شيء
السيارات كل حلبة تختلف ما بين الحلبات الأخرى، يعني هذه الحلبة منحنيات الثانية يبغى لها تدريب آخر، هذا المنحنى هذه الحلبة الثانية مثلا في فرنسا تحتاج لها سيارة أخرى كأيروديناميكية، تحتاج أشياء ثانية، إطارات أخرى، تحتاج المناخ حتى يختلف، فكل شيء هذا يتجمع ولازم تتدرب عشان تاخذ الخبرة الكافية، لكن أنا ما أحصل هذه الخبرة إن شاء الله تحصلها. إيش طموحك شهاب في المستقبل؟ والله طموحي الآن طموحك إيش؟ والله طموحي إن شاء الله نكون إني أوصل أكون أول متسابق عماني وعربي لأوصل فورمولا 1 إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بجهودك الشخصية وأيضا الدعم اللي راح يقدم ويقدم من بعض الجهات كما ذكر، بالإضافة إلى الدعم الأسري وهو أغلى دعم الشاب دائما، الدعم الوالد ودعم الوالدة هو أغلى دعم بالنسبة لنا. أكيد أنا أوجه صراحة كل التحية لوالدي والدتي وأهلي صراحة، لأن بدون وقفة والدي اللي وقف معي ما راح كنت أكمل هذا المشوار الرياضي، هو وقفته كانت يعني في لحظات المحزنة ولحظات الفرح، أكيد بعد هذه اللحظات المحزنة والمرارة اللي حصلناها أنا ووالدي، لكن الحمد لله يعني تخطيناها. يعني دائما المتسابق أو حتى الإنسان العادي تمر عليه مواقف عديدة، موقف يعني خاص لا ينساه أبدا. بالنسبة لشهاب إيش الموقف اللي في هذه الرياضات ما زلت تتذكره؟ والله أكيد في مواقف كثيرة، لكن بعض المواقف اللي حصلت معي يعني أنا ووالدي في حالة صعبة كانت، ف يعني كنا يوم من الأيام كنا رايحين يعني إيطاليا كان عندي سباق، ف ونحن رايحين سباق تأخرت الطائرة تقريبا بساعتين لأن كان في عطل فني، فبنوصل المفترض إن نحن نوصل في إيطاليا ساعة تقريبا 8:30 9، لكن كما تأخرت الطائرة نحن وصلنا الساعة 11، وفي أوروبا تقريبا ساعة 8:30 9 بالكثير يسكر كل شيء، يقفل المحلات وكل شيء، فنحن كنا نحتاج إن نستأجر سيارة عشان نروح الحلبة، الحلبة تبعد من المطار تقريبا 4 ساعات، فاضطرينا أنا ووالدي إن ننام يعني في المطار يعني في كراسي في المطار، وأول ما قمت الصباح سيدة يعني رحنا عند المكان وين نأجر سيارة نستأجر سيارة وسيدة رحنا الحلبة، وكان ذاك يعني في واجد أشياء في صعوبة، ولكن كل الصعوبات تتلاشى أمام أكيد. أصحاب الهمة وأصحاب الإرادة مثلك. إيش أكيد. التحديات تواجهك في هذه الرياضة تحديدا؟ والله تحديات أكيد كثيرة، أول تحدي في عمان ما موجودة حلبة، فحلبة سباقات سيارات مش فكر الكارتينج. شيء ثاني تدريبات، أنا ما حصلت تدريبات الكافية عشان أقدم خبرتي وأقدم سواقتي اللي أنا أحتاجها. ثالث شيء تدريب، طبعاً ثالث شيء الرابع شيء المناخ، فعمان ما فيها مطار، فأنت بتسافر برا تسابق أكيد يختلف المناخ، تبغالك تتعود على الأمطار والسيارة تكون زلقة كثير، ولكن الحمد لله أكيد هذا الشيء يكون تدريب، يوم يكون تدريب موجود كل شيء يجي إن شاء الله. كم عمرك شهاب؟ كم تعطيني؟ 15 سنة وحققت ما شاء الله 120، لما تكبر راح تحقق آلاف الألقاب إن شاء الله، كل التوفيق لك. شكرا على وجودك اليوم شهاب بن أحمد الحبسي، ونبارك لك أيضا هذا الفوز المستحق، المركز الأول في سباقات البطولة الأوروبية للفورميلا 4 بإسبانيا. شكرا شهاب. حبيت أشكر بعد أوجه شكر بشكل سريع، حبيت أشكر وزارة الشؤون الرياضية ووزارة السياحة، حبيت أشكر راعي الحصري هو سعار الدولي، أشكر شركة ظفار للسيارات نفط عمان تسويق وطلع العماني، شكرا صراحة لتلفزيون عمان على استضافة اليوم. الله يخليك واجبنا. نتواصل معكم مشاهدينا إن شاء الله في المتابعة القادمة بعد الفاصل. السلام عليكم، مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين التاسعة مساء. بتكليف سامن سمو السيد شهاب بن طارق يكرم العاملين في مجال العمل الشبابي بدول مجلس التعاون الخليجي. بتوجيهة سامية السلطنة تسير رحلات إغاثة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إثر تعرضها لأنواء مناخية.
وزراء الشباب والرياضة الخليجيون يوافقون على إقامة منتدى للشباب ويعتمدون الخطط التشغيلية لعمل اللجان الشبابية للأعوام الخمس القادمة. معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة يؤكد أمام مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية على أن العلاقات العمانية الروسية تستند إلى التنسيق والتعاون والاحترام المتبادل. تدشين مختبر إنترنت الأشياء بجامعة السلطان قابوس لدعم البحث العلمي ومشاريع التخرج للطلبة. بقيمة 100 مليون ريال عماني، البنك المركزي العماني يطرح رقم 60 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي. توقعات بتمديد القادة الأوروبيين في اجتماعهم الطارئ في بروكسل مهلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي لمدة قد تصل إلى عام. وفي سابقة فلكية، فريق علمي دولي ينشر أول صورة لثقب أسود في الفضاء. العناوين، انتهت، إلى اللقاء. تحية لكم مشاهدينا من جديد، تحية عامرة بكل المحبة لكل من يحرص على المتابعة والتفاعل في برنامج من عمان. في هذه المحطة نتعرف ونقترب من نادي كعب بن زيد الفلكي، هذه المبادرة مدرسة كعب بن زيد، تفاصيل مختلفة حول كيف ستقرب هذه المبادرة الطلبة من هذا العالم، عالم الفلك. تفاصيل حاضرة برفقة مؤسس نادي كعب بن زيد الفلكي الباحث إسحاق بن يحيى الشعيلي. مساء الخير أستاذ إسحاق، حياك الله في برنامج من عمان. أهلا وسهلا فيكم، مشكورين على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على المبادرة. واجبنا. مبادرة متعلقة بعلم الفلك بشكل عام، وين جاءت هذه الفكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة هي كانت موجودة مسبقا، لكن ربما تأخرت بسبب الظروف اللي ما كانت مهيئة مسبقا لإيجاد مكان مثلا لهذه المبادرة أو في تبني لهذه المبادرة. بس الحمد لله، يعني أنا يعني كان عندي ابتعاث للماجستير في الفيزياء فلك وفضاء، فرجعت إلى الميدان في الحقل التربوي. كان هناك حاجة ملحة لوجود مبادرة فلكية حقيقية تكون مجهزة بتجهيزات متكاملة في علم الفلك، تقرب هذا العلم مثل ما قلت للطالب، وتكون معين للمعلم على أساس أنه يعطي هذا العلم بصورة تجريبية وليس بمطلقة أو بأشياء تنظيرية. المشكلة أنه النظرة العامة لعلم الفلك بشكل عام لو خذيناها سواء في الحقل التربوي، وربما يكون معذورين يعني، لكن بشكل عام يعني عند العامة إنه هو عبارة عن ترف معرفي خارج عن نطاق التجريب، خارج عن نطاق الممارسة اليومية الحياتية للشخص العادي. فإحنا نريد نخرج من هذا الإطار ونبدأ بالمدرسة، بحيث إنه الطالب يبدأ أو ينشأ على فكرة إنه هناك علم يدرس، هناك علم له وزنه في حتى المردود الاقتصادي للبلد، المردود الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد. فإحنا أملنا إنه ننشر الوعي الفلكي. لكن أستاذ، لابد أن يكون هناك إيمان حقيقي بأهمية هذا العلم. هو لابد من هذه الناحية، إنه هناك إيمان من حيث إعطاء العلم هذا حقه، أولا في المناهج، ثانيا في تدريب المعلمين، ثالثا في توفير الوسائل وتوفير الفرص لمبادرات مثل مبادرة نادي كعب الفلكي. ربما حظيت يعني المبادرة مشكورة يعني دعم من إدارة المدرسة، كانت متشجعة جدا. الأستاذ سعيد القنزعي، الأستاذ محمد الراشدي المدير ونائب المدير، كانوا لهم كل الشكر والتقدير، كانوا يعني متحمسين بحيث أنها فكرة نوعية ربما تكون الأولى على مستوى السلطنة. هناك مبادرات فلكية، نعم، ربما تكون على شكل جماعات، ربما بمسمى نادي لكن ليس بالتجهيزات اللي موجودة في النادي. عدم وجود مختصين في بعض المبادرات هذه، احنا الحمد لله معانا مختصين بقائمين بهذا الفلك،
أعضاء في الجمعية الفلكية، والحمد لله معنا شهادات عليا في هذا المجال. جميل، ذكرت أن هناك يعني مبادرات تقدم في هذا المجال أيضا، مجال الفلك، موضوعات كثيرة أو نقول يعني فعاليات كثيرة، كيف راح تختلف إن شاء الله أو يختلف هذا النادي عن باقي المبادرات أو الجماعات الطلابية التابعة لمؤسسات تعليم عليا أيضا، تعليم عالي؟ نعم، احنا هدفنا الاول انه يكون اولا موضوعنا تكاملي، ليس منفصل عن اي مؤسسة تخدم الفلك في السلطنة، سواء كانت الجمعية الفلكية او اي جهات اخرى او اي حتى مبادرات اخرى، احنا مستعدين ان نتواصل معهم. الفكرة بدأت من حوالي سنة، الآن أكملنا حوالي سنة ونص من بالمبادرة. الجانب النوعي اللي موجود معانا مثل ما ذكرت لك هو وجود مختصين، وجود تمويل للمبادرة، يعني في الصور موجود معانا أجهزة فلكية في ربما يعني تكون ما موجودة مع الآخرين، بدعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. هناك شراء تلسكوبين من متقدمات 8 إنش و11 إنش. ما يميزنا وجود مكان، ربما هذا يخلق النوعية في هو وجود مكان المدارس تأتي إليه، معنا زيارات مبرمجة لمدارس نشاهد الآن عبر الشاشة بعض الصور. نعم، ما يعني ما يساعد على العطاء الأكثر هو وجود ابتسامة لدى الأطفال، يعني لما يجي الطفل في صف رابع أو ثالث أو ثاني أو حتى كبار تلاحظ الابتسامة، تلاحظ أنه هو تعلم، عنده شغف. نعم، حتى يعني ما المضحك في الموضوع أنه أول ما يدخل النادي أو الطلاب الأول ما يجيوا زيارة للنادي بعد فترة تسألهم المدرس نروح، يقولوا لا إحنا بنجلس هنا اليوم خلاص نبغى نتم معاهم هنا في هذا. ربما طريقة استعراض المادة العلمية بصورة جاذبة، كيف يعني حرصتم على هذا؟ نعم، لا تعطي الطالب المعلومة وخاصة في المراحل الأولى اللي هي الأساسي بالجدية اللي تعطيها للثانية اللي ما بعد الأساسي. صحيح، التعلم عن طريق اللعب، التعلم عن طريق التجريب. يعني البعض يحاثر انه لا, لا 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 تلمس هذا ربما ينكسر، او خلوا يجرب الان لانه هذا مجاله في التجريب. الان هو ما يتعلم بالمحاضرات او هذا، يتعلم بالتجريب. فاحنا معنا اسلوب الالعاب الفلكيه، نقدم لهم العاب فلكيه، العاب تركيب عن طريق القطع البابلز هذا، عن طريق الصلصال، نعمل لهم بعض مثل تجارب صاروخ الماء، نعمل لهم رصد فلكي. هناك شغف كبير لدى الطلاب كل مدارس السلطنة بعلم الفلك، لكن يعني ما ينقصنا هو المكان اللي ممكن الطالب يمارس فيه هذا العلم. تجد أو وجهة نظرك المساحة اليوم موجودة في المناهج الدراسية التي تتحدث عن هذا العلم كافية؟ نعم، أو تحتاج إلى نقول يعني مساحات أكبر؟ هي الحمد لله يعني أنا أتقدم بالشكر لوزارة التربية إنه بدأ إدراج المناهج بشكل تسلسلي لإعطاء يعني جرعات من المراحل بحيث إنه يصل إلى 12 ويصل إلى مراحل متقدمة، ما نعطي الكم الهائل من المعلومات للطالب في صف أول أو صف رابع، نتدرج في المعلومات ومن ثم نصل إلى قوانين ونظريات فلكية. سابقا كان طرح علم الفلك في المناهج يحتاج إلى مراجعة، نتمنى أنه يكون في مناهج كامبريدج يكون أفضل حالا. اليوم كان في نقاش عن في التويتر، يعني في مناقشة مع شخص عن المناهج، احنا الآن ما نريد أن نعطي الطالب كم هائل من المعلومات بقدر أنما نعطيه المعلومة الصحيحة ترسخ في باله ويبني على أساسها، لأن خاصة وسط تعدد مصادر المعرفة اليوم، يعني الطالب اليوم لا يستسقي المعلومة فقط من منهج دراسي، هناك مصادر أخرى منها وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، كلما بنيت معلومة لدى الطالب من الأساس هي صحيحة، كلما ارتقى بالمعلومة شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى مرحلة إنه جميل. قادر إنه ينجز في هذا المجال ربما أفضل من غيره. ربما إحنا سبقنا الكثيرين في علم الفلك لكن هم سبقونا في علم الفضاء. كلما دفعت لهذا العلم، كلما سخرت الكم المادي لهذا العلم، كلما كان مردوده لا تنتظر على المدى القصير، ربما المتوسط والبعيد يكون مردوده كبير. احنا الآن نأمل من هذا النادي انه اولا تعمم التجربة على مناطق السلطنة، ثانيا نؤمل انه يكون معانا جيل فلكي بعد ما نتوقع انه باكر او بعد باكر او بعد سنتين انه يكونوا معانا قادرين انهم هم يبحثوا في هذا العلم. نراهن على السنوات القادمة، على 10 سنوات القادمة، 12 سنة القادمة، انه يكون فعلا معانا جيل قادر انه يتحمل مسؤولية بناء برنامج فضائي او فلكي خاص بالسلطنة. انا اعود للنادي الفلكي،
إيش أهم الفعاليات اللي قدمها النادي خلال سنة ونص؟ الكثير من الفعاليات في الواقع. احنا الآن استضفنا يمكن حوالي 40 مدرسة كزيارات مدرسية من محافظة مسقط وخارج محافظة مسقط. يجيوا للمدرسة يشوفوا النادي، ندعم لهم اللي سبقته ذكرته آنفا. نروح زيارات إلى المدارس. شاركنا في أسبوع الفضاء العالمي اللي هو World Space Week بحوالي 8 فعاليات. أو الهيئة أو النادي الوحيد اللي شارك، أو المؤسسة الفلكية الوحيدة اللي شاركت مع الجمعية الفلكية ولأول مرة. كانت الجمعية تشارك، إحنا شاركنا معها، أو يعني كان مؤسستين من عمان شاركوا في أسبوع الفضاء العالمي. شاركنا في الملتقى الخليجي الشبابي في جبل شمس، شاركنا في بعض المعارض اللي تقومها الجمعية الفلكية، ومعنا أمسيات رصد تخص المجتمع، لأن إحنا ما نستهدف بس المدارس، حتى المجتمع نستهدف المحلي. المدارس والجامعات والكليات الخاصة، وأيضا نستهدف المجتمع في لأنه دائما المجتمع هو مكمل للحقل التربوي، فكلما زرعت الشيء في المدرسة لازم أنك تكمله مع المجتمع، تخرج خارج أسوار المدرسة. نعم. بكل تأكيد. مدى الإقبال حتى الآن من المجتمع المدرسي أو حتى المجتمع المحلي بصورة عامة؟ جدا رائع، جدا رائع، خاصة أنه المبادرة الوحيدة مثل ما ذكرت على مستوى السلطنة بهذا الحجم وبهذا التجهيز، وتدار من قبل مختصين، والحمد لله. يعني أصبح نادي كعب بن زيد الفلكي دائما يسألون وين هذا موقع المدرسة في الموالح، مدرسة نادي كعب. النادي في المدرسة؟ نعم في المدرسة، له مدخل مستقل عن المدرسة، لكن هو طبعا وتابع للمدرسة في الموالح ولاية السيب. أصبحنا يعني مرجعية في كثير من الأشياء، وخاصة أمسيات الرصد، لأن عندنا أجهزة مختصة بالرصد، عندنا طلاب قادرين على أنهم يديروا أمسيات الرصد في هذا المجال، وهذا الحمد لله حققناه في أقل من سنة. أشياء كثيرة نتمنى، وكامل مؤمن ضمن الخطة، إن نقيم ندوة عن التراث الفلكي، تحفظ التراث الفلكي. ما زالت قيد المداولة بحكم إنه المجهود كبير يباله، وإحنا ملتزمين ببعض الأشياء اللي تخص المنهج الدراسي. لكن أهم ما نطمح إليه مثل ما قلت لك إنه يكون معانا جيل فلكي قادر على إنه يتعامل مع علم الفلك بمنظور علمي بحت، وأن يتم تعميم التجربة كما ذكرت في مختلف المحافظات التعليمية. هو أي تجربة يعني تعاملها على أنها هي ملك خاص لك، فهي نجاحها بيكون في المقدمة ومن ثم تخبو. نعم. لكن كلما عممت نجاحك على الآخرين بعمق التجربة وبما تكون هي اللبنة لأندية فلكية، لنشاط فلكي، تفاعل فلكي مع أحداث فلكية قادمة. إحنا على أبواب يعني الكسوف الكلي للشمس الأشهر في ديسمبر 2012، وفي شهر 7 أو شهر 7 تقريبا 2020 كسوفين تستضيفهم السلطنة في حدث عالمي، يعني من أفضل الأماكن للرصد. فإذا كان الشاب العماني أو الهواة العمانيين غير مؤهلين بهذا الكم المعرفي إنهم يتعاملوا مع هذه الأحداث، ربما يكون إحنا ما نطمح إلى أن الطالب يتعامل، لكن ربما يلامس في الواقع. صحيح. هذا الشيء إنه خلاص أنا عندي حدث فلكي، كيف أتعامل معه، وش خلفيته العلمية، وش أنا أقدر أقدم فيه. في المستقبل بعد كم سنة إن شاء الله يحدث أي حدث فلكي، هو خلاص قادر على إنه ينشر هذه الثقافة الفلكية مع المجتمع المحيط. وهنا تكمن أهمية النادي، يعني تعزيز المعرفة وترسيخها من خلال التعلم بالتجريب والتعلم عن طريق وسائل مختلفة كما ذكرت أستاذ إسحاق. أشكرك على وجودك اليوم في برنامج من عمان. شكرا إسحاق بن يحيى بن خلفان الشعيري، مؤسس نادي كعب بن زيد الفلكي بمدرسة كعب بن زيد. شكرا جزيلا. شكرا لكم، ومشكورين على هذه الاستضافة، ونتمنى أن ما نشوف نادي واحد وإنما أندية كثيرة في مدرسة. إن شاء الله بجهودكم أيضا وجهود بإذن الله يعني المؤسسات الأخرى. نتواصل معكم مشاهدين إن شاء الله من متابعة إلى أخرى، نعكس هذا الحراك الوطني في مختلف المجالات بعد قليل. متابعة أخرى لا تكتمل إلا بكم، أهلا بكم. هذا ليس مجرد هاتف، إنه هاتف بكاميرا فائقة. قوته الخارقة كاميرا لايكا رباعية بمستشعر فائق. هندسة عدسة التقريب الرائدة
تمكنك من الاقتراب من الأشياء التي تحبها. يتميز أيضاً بوجود مستشعر فائق للضوء يمكنك من رؤية الضوء في الظلام. غير قواعد التصوير مع سلسلة هواوي P30. لأن وقتك محط تقديرنا واهتمامنا، نسعى دائماً لجعل حياتك أسهل عبر تقديم خدماتنا الإلكترونية لحساب تكلفة استهلاك المياه، قراءة العداد الذاتية، فاتورة المياه الإلكترونية، بالتسجيل في بوابة ديام الإلكترونية. ديام، نفخر بخدمتكم أينما كنتم. هذا ليس مجرد هاتف، إنه هاتف بكاميرا فائقة. قوته الخارقة كاميرا لايكا رباعية بمستشعر فائق. هندسة عدسة التقريب الرائدة تمكنك من الاقتراب من الأشياء التي تحبها. يتميز أيضاً بوجود مستشعر فائق للضوء يمكنك من رؤية الضوء في الظلام. غير قواعد التصوير مع سلسلة هواوي P30. أيها الأحبة، نجح طلاب كلية العلوم الزراعية والبحرية قسم العلوم البحرية بالتحديد بجامعة السلطان قابوس في تجربة استزراع وتفقيس سمك جراد البحر الأزرق. تفاصيل حول هذا الإنجاز بالنسبة للطلبة برفقة ضيفي الكريم أحمد بن محمد الكيومي، طالب بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس. مساء الخير أحمد، حياك الله في برنامج من عمان. مساء النور والسرور، نشكركم جزيل الشكر على الاستضافة والاهتمام الكبير اللي حصلنا. الله يخليك. في البداية نعطي المشاهد فكرة عن هذه التجربة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء كانت تجربة يعني ممكن نقول سريعة وجميلة جدا. نحن مجموعة بحثية طلابية من جامعة سلطان قابوس مثل ما ذكرتي، من قسم العلوم البحرية والسمكية. تجربتنا كانت عن استزراع وتفقيس جراد البحر الأزرق. ولله الحمد نجحنا في هذه التجربة، ولاقت إقبال كبير جدا جدا كبير، ما توقعنا أن هذا شيء يصير يعني. طيب إيش الفكرة اللي تقوم بها عليها هذه التجربة، الفكرة الأساسية؟ والله الفكرة الأساسية نحن كانت يعني لأن نحن مجموعة بحثية، فكانت لدراسة عن طبيعة السمكة هذه أو جراد البحر الأزرق. أيوة. وبعدين هذه السمكة مش موجودة هنا، هي أسماك زينة. فعملية الاستزراع يعني مختلفة قليلا عن الأسماك المستهلكة وأسماك الطعام اللي متعارف عليها أن عملية الاستزراع تكون فيها بشكل كبير، عملية الاستزراع تكون فيها بشكل أكبر، والحكومة مهتمة بجانب الاستزراع للطعام. فنحن حبينا أن نتوجه إلى جانب آخر قليلاً اللي هو استزراع أسماك الزينة. جراد البحر الأزرق يعتبر من أهم أسماك الزينة، ولكنه ما متوفر هنا معنا، فمحلات تستورده من خارج مما يزيد تكاليفه. فعساس كذلك نحن حاولنا أن نتوجه إلى توجه آخر. نقرب المشاهد من هذا النوع من السمك، هو الأكثر شهرة من بين أسماك الزينة كما ذكرت. هي نعم. ممكن لاحظتوا الصور والفيديوهات الموجودة واللي انتشرت ولله. أيوة. الحمد. طبعا هذا النوع من الأسماك يتميز باللون الأزرق، ونظرا لجماليته فممكن أن سعره في الأسواق المحلية زوج منها يتراوح تقريبا ما بين 10 ريالات. فهذا النوع بالضبط ما متواجد هنا معانا في المنطقة هذه أو حتى في المناطق المتجاورة المجاورة لنا. يحتاج إلى بيئة خاصة، إيش هي البيئة المناسبة لإنتاج هذا النوع من الأسماك أحمد؟ والله هذا هي يعني كان الهدف دراستنا نحن، فحاولنا قدر الإمكان بأن نحن نوفر له البيئة المناسبة بحيث أنه يتكاثر ونوصل إلى عملية التفقيس. لأنه مش في بيئة الأساسية فلازم نحن نحاول نقربه إلى البيئة المناسبة بحيث أنه هو يتكاثر. فممكن أن درجات الحرارة تعمل عامل بشكل كبير في هذه العملية، ملوحة المياه، رقم الهيدروجيني ممكن أنه لازم يكون مضبوط.
فجميع هذه المعايير ممكن أن لازم على أساس أن نوصل للنتيجة لازم نكون محافظين عليها وأن مركزين عليها ومتحكمين فيها بشكل صحيح. وكيف بالنسبة للنتيجة؟ هل بالإمكان يعني إنتاج كميات كبيرة تستخدم تجاريا؟ بالإمكان نعم، بحيث أن ممكن أن أنثى الجراد البحر الأزرق تنتج حوالي 200 بيضة. فمن المئتين هذه ما كلهن يعني يكون على قيد الحياة، ممكن أن 50 إلى 60 عددهم اللي ينجو ويتم عملية التفقيس فيهم. فمثل ما ذكرت أن سعرهم في المحلات هنا تقريبا الزوج منهم يتراوح من 6 أو من 8 إلى 10 ريالات في بعض المحلات. فممكن أن أنثى الجراد البحر هذا ممكن أن تنتج لنا 60. فعملية الاستزراع هذه ممكن شوية تكون سهلة صحيحة، ولكنها تجلب مبالغ مش مكلفة هي نعم. وتحتاج إلى جهد قليل جدا. فعساس كذلك نحن توجهنا إلى أن الاستزراع مش ما يقتصر بس على أسماك طعام فقط. فممكن أن نحن نعزز من جانب الاستزراع، لأن الحكومة ما شاء الله تحاول تطور من هذا الشيء. فنحن توجهنا إلى جانب مختلف قليلا. نعم. وأسماك الزينة بالتحديد. وأسماك طيب يعني بعد ما نجحتم في هذه التجربة، إيش الخطوة القادمة أو المراحل القادمة؟ والله التجربة مش متوقفة إلى الآن. نحن ما نقول أن وصلنا لحد كبير من العلم أو أن يعني عرفنا طبيعة هذه السمكة بالضبط. مستمرين بإذن الله، وعندنا كم مشروع نحاول فيه نعرف طبيعته أكثر، بحيث أن نحن مجموعة طلابي وإن شاء الله بتستمر إلى السنوات القادمة بإذن الله، والطلاب اللي بعدنا بيكملوا فيها. لجانب هذا النوع من الأسماك نحن عندنا بعد مشاريع أخرى وأسماك أخرى نحاول أن نكثف جهودنا فيها إن شاء الله. جميل. يعني في هذا المشروع يعني ما تحتاجون إلى تبني مثلا استفادة من هذا المشروع؟ أكيد، يعني جانب الاستزراع هو جانب ممكن أن نقول أنه هو مربح صحيح. مربح للغاية، فيحتاج دعم كبير أو تعاون من الحكومة مع جامعة سلطان قابوس أو مع قسم العلوم البحرية والسمكية، لأن طلبة العلوم البحرية محدودين هنا في السلطنة. فيحتاجوا إلى دعم كبير، يعني نحن كطلاب نحتاج دعم من الجامعة، ومن الجامعة تحتاج دعم من الحكومة أيضا لزيادة إنتاج هذا الأسماك، وكوادر طلاب صحيح. يعني وجهود يعني جدا استفادة كبيرة. حقيقية أيضا، يعني استفادة حقيقية. نعم. من مخرجات الطلبة من مشروعات وبرامج مختلفة. طيب فيما يتعلق بفريق العمل، من هم فريق عمل هذا المشروع أو هذه التجربة؟ والله نحن مجموعة بحثية ممكن نكون معروفين في الجامعة، ولله الحمد نخبة من الطلبة أنا أعتبرهم. جميل. وزملاء عزيزين علينا. نحن مجموعة تقريبا 4 طلاب و5 طالبات. نعم. مع مشرف لهذه المجموعة والدكتور المشرف لنا اللي هو دكتور جيل هيون، له كل الشكر والتقدير. نعم. والأستاذ عادل، ومجموعة 5 بنات مثل ما ذكرت و4 شباب. يعني أثناء إعدادكم هذه التجربة، إيش أهم الصعوبات والتحديات اللي واجهتكم؟ والله لما نحن نبدأ التجربة ما نعرف النتيجة وكيف بتكون، هل نحن بنوصل للنتيجة اللي نحن نريدها ولا لا؟ ما في توقع ينحط قدامكم؟ لأن إذا جينا نتكلم لهذا النوع بالضبط ما توقعنا، لأنه ما سبق أحد. نعم، مثل ما قلتي، لأن السمكة هذه مش في بيئتها، فمن الصعب أن توفري لها البيئة المناسبة، تخلق بيئة مناسبة بالضبط مثل ما قلت. جميل. ولله الحمد نحن في هذا اليومين، أو إن شاء الله منتشر الخبر في السوشيال ميديا، فنحاول إن شاء الله نكثف جهودنا أكثر، وشغالين إن شاء الله على كم مشروع. جميل. كل التوفيق لكم في هذا المشروع ومشاريعكم القادمة أيضا. شكرا أحمد. جزاك الله كل خير. بن محمد الكيومي، طالب بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس. شكرا جزيلا أحمد. شكرا. نتواصل معكم مشاهدينا الأحبة وإلى المحطة الأخيرة في حلقة الليلة إن شاء الله بعد قليل، ابقوا معنا.
أفعالك ترهمناك تمضي مهما همها سلعاني نحمل سلام كل ديناك مناك لله درك يا وفي المكارم لله در أفعالك ترهمناك تمضي مهما همها سلعاني نحمل سلام بكم مشاهدينا أجمل ترحاب فيما تبقى من حلقة الليل من برنامجكم من عمان. كما تعلمون نحاول أن نقربكم أيضا من ملامح مختلفة من عمان الماضي والحاضر من خلال تقارير منوعة. كما تعلمون مشاهدينا عاش أو نقول السيد سعيد بن سلطان قدم في عهده إنجازات كثيرة خاصة في زنجبار، هنالك أيضا إنجازات على المستوى نقول الأساطيل، على مستوى أيضا الحياة الاجتماعية، بالإضافة إلى الجانب الزراعي. يعتبر السيد سعيد بن سلطان هو أول من أدخل زراعة القرنفل في زنجبار من خلال سلسلة أيضا من المراحل نتعرف عليها في هذا التقرير القادم، بعدها عودة إن شاء الله. ابقوا معنا. نجح السلطان سعيد بن سلطان إلى تحويل زنجبار من مجرد ميناء في شرقي أفريقيا إلى سوق تجاري ضخم، فجذبت اهتمام الدول الأجنبية وأصبحت المستودع الرئيس للتجارة الأفريقية والآسيوية. وكان للسيد سعيد الفضل في جلب ثروة جديدة أصبحت أساس اقتصاد زنجبار منذ ذلك الوقت، وهي إدخال شجرة القرنفل إلى الجزيرة. ويعود تاريخ زراعة شجرة القرنفل في زنجبار إلى بداية القرن التاسع عشر في عهد السيد سعيد بن سلطان، حيث أرسل عامله عبد العلي العجمي ليأتيه ببذر القرنفل، فزرع أول أشجاره بالقرب من قصر المتون الذي يبعد نحو 6 كيلومترات شمال مدينة زنجبار.
ولما رأى السلطان نجاح هذا البهار وفوائده الاقتصادية للبلاد شجع المزارعين على زراعته وأقر بمصادرة أرض كل من لم يقم بزراعته، فغرست مساحات شاسعة في كل من زنجبار وبمبا، وقد أصبحت زراعة القرنفل الثروة الرئيسية لهذه المنطقة، وتحولت زنجبار إلى أول مصدر للقرنفل في العالم. مشاهدينا الكرام، في هذه المحطة وهي المحطة الأخيرة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، نقترب من ورشة عمل حول التحديات والحلول. هذه الورشة نظمتها وزارة البيئة والشؤون المناخية هذا الأسبوع في مجال صون الطبيعة العمانية من خلال المحميات أيضا الطبيعية، وتفاصيل مختلفة نتعرف عليها إن شاء الله بوجود ضيفي الكريم. أرحب باسمكم مشاهدينا بالأستاذ علي بن ناصر الراسبي، المدير المساعد لدائرة المحميات بوزارة البيئة والشؤون المناخية. مساء الخير أستاذ علي، وحياك الله في برنامج من عمان. مساكم الله بالخير، يا أهلا وسهلا، فرصة طيبة هذه نلتقي مع الأخوان المشاهدين والمستمعين في هذا البرنامج، وإن شاء الله تكون نوضح إيش الإجراءات يعني جهودها تقوم بها الوزارة في مجال حماية الحياة الفطرية في السلطنة. نعم، نظمتم بالأمس ورشة عمل تتعلق كما ذكرت بمجال صون البيئة بشكل عام، الواقع والتحديات والحلول. نتحدث، نعطي المشاهد فكرة عامة عن هذه الورشة. الحمد لله رب العالمين، الورشة كانت لمدة يومين، تركز اليوم الأول حول التحديات التي تواجهها الإدارات المختلفة، إدارات البيئة والشؤون المناخية في المحافظات العمانية، وأيضا ما هي الحلول المقترحة للحد من هذه التحديات أو لتجاوزها. اليوم الثاني ركز على موضوع دراسة اللي هي الأهداف الرئيسية لإقامة هذه الورشة. الهدف الأول كان هو موضوع حماية الحياة الفطرية والانتهاكات التي تتعرض لها. الهدف الثاني كان موضوع تطوير آليات حماية الحياة الفطرية وتطوير أيضا وحدات حماية الحياة الفطرية. الهدف الثاني كان يتكلم عن تفعيل إدارة المحميات المعلنة واستثمارها أيضا. الهدف الرابع ركز على موضوع الدراسات والبحوث المتعلقة بالتنوع الأحيائي في السلطنة، وركز خاصة على موضوع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. جميل، يعني محاور مختلفة أثراها الحضور أيضا والمحاضرين في هذا الجانب. كيف تم انتقاء المشاركين في هذه الورشات أستاذ علي؟ هو تم التركيز على متخذي القرار طبعا. ركزنا على مدراء الإدارات وعلى رؤساء الأقسام صون الطبيعة، لأن يعني فيها هي اللي تحتك كثيرا بموضوع التحديات اللي تواجه الموظفين الميدانيين. لو نتحدث بشكل عام اليوم عن المحميات الطبيعية، إيش أهمية وجود محميات طبيعية؟ عدد المحميات الطبيعية اليوم المعلن عنها في السلطنة؟ فيما يتعلق بأهمية المحميات الطبيعية، هي أنجح وسيلة للحفاظ على عناصر التنوع الأحيائي. نعم، هناك معروف على مستوى العالم هناك تدهور كبير في التنوع الأحيائي وانقراض أنواع كثيرة بدأت تنقرض من بيئتها الطبيعية، فكان توجه العالم إلى إقامة مواقع يعني تكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة للتنوع الأحيائي في كل دولة. بالنسبة للسلطنة طبعا كان هناك اهتمام من بداية النهضة المباركة مولانا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، في عام 75 تم إعلان محمية القرم الطبيعية، وتم توالت القوانين والتشريعات وإقامة المحميات المختلفة. عندنا 18 محمية تم إعلان عنها بموجب مراسيم سلطانية سامية، إضافة إلى 5 مواقع تتبع مكتب حفظية بدون البر السلطاني، هذه في أوامر سامية. كل مواقع هذه طبعا تحتوي على عناصر تنوع حيائي فريد من ناحية سواء كان التنوع الحيائي النباتي أو التنوع الحيائي الحيواني. نعم، أيضا من أهمية هذه المحميات أنها توفر فرصة كبيرة للباحثين، توفر فرصة كبيرة لإقامة طبعا دراسات وبحوث مختلفة في مجال صون الطبيعة، إضافة إلى أنها تعتبر كمتنفس للناس البشر بشكل عام، أيضا تحافظ على تنوع الحياة المختلف موجود في هذه المناطق، وأيضا هي عبارة أنك كيف تحتفظ على تكون للأجيال القادمة في المستقبل، كيف أنهم يستمتعوا بالطبيعة اللي كانت أيضا موجودة، والخوف أنه
طبعا نلاحظ ان في حاليا التنميه العمرانيه وتوسع و صحيح كثير من المخاطر. نعم يعني الورشه ناقشت ايضا التحديات تواجه مجال صون البيئه، وهي من اسس يعني هذه الورشه التي جاءت منها. نتحدث عن اليوم التحديات التي تواجه فعلا مجال صون البيئه، نقرب المشاهد من ماهيه هذه التحديات. فيما يتعلق طبعا بالتحديات، هناك تحديات كثير اللي هي العامل الاساسي هو الانسان. ما هي المخاطر التي مثل اصبح الانسان هو العامل المؤثر كثير في فقد عناصر كثيره من التنوع الاحيائي، سواء كان عن طريق التوسع العمراني، طريق اقامه المحاجر والكسرات وغيرها من الانشطه التنميه. فهذه كل هذه الانشطه تؤثر طبعا في موضوع اللي تواجد الحيوانات يعني التنوع الحيوي في هذيك المناطق في تلك المناطق. ومن ثم لا بد ان يكون في هناك توازن ما بين التنميه وما بين الحفاظ على الموروث الطبيعي التي تحظى به السلطنه. نعم. وايضا من ضمن التحديات موضوع التعديات والصيد، موضوع الرعي الجائر او الرعي المبكر وغيرها من المشاكل التي تعاني منها طبعا الحياة بشكل عام. نعم يعني هناك تحديات كما ذكرت تتعرض إليها هذه المحميات. إيش جهودكم اليوم، جهود الوزارة في هذا الجانب؟ الوزارة طبعا قامت بإنشاء 47 وحدة لحماية الحياة الفطرية في مختلف محافظات السلطنة. نقصد بالوحدة هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص يشرفوا على نطاق جغرافي معين في المحافظة أو في الولاية التي يشرفون عليها. الهدف من هذا طبعا هو موضوع اللي هو أول جمع البيانات عن التنوع الحيوي الموجود في المنطقة. تقوم هذه الوحدة يقوم بعمل شراكة مع المجتمع المحلي من ناحية التوعية ورفع مستوى الوعي البيئي للمرتادين المنطقة وللسكان، أيضا اللي هو تنفيذ القوانين والتشريعات. الوزارة أيضا مهتمة بالجانب التشريعي من حيث تنفيذ اللي هو إصدار القرارات الوزارية المختلفة، وايضا هناك المراسيم السلطانيه الساميه عند مرسوم السلطان 6/2003 المعني بالمحميات الطبيعيه وصون الاحياء الفطريه. كل هذه الاشياء هي تدعم جهود الوزاره في الحد من التعديات التي تعرض لها الحياه الفطريه. نعم يعني بعد يومين من المناقشه، من طرح محاور مختلفه في مجال صون البيئه، من تحديات من حلول، ماذا توصلتم من مخرجات؟ طبعا فيما يتعلق بالبند الاول هو موضوع الحد من الانتهاكات، طبعا تم وضع بعض التوصيات اللي هي تساعد على تعزيز العمل الميداني للمراقبين. وإضافة من الإضافة اللي هو التنسيق مع الشركاء، طبعا كمنظومة حكومية في شركاء مع ليست هي وزارة البيئة فقط المعنية بحماية الحياة الفطرية في السلطنة، عندنا بعض الجهات المشتركة. وستكون هناك ورشة عمل أخرى اللي هي تعني بتجميع كل الجهات المعنية بموضوع صون الطبيعة في السلطنة. جميل. نعم. الموضوع الثاني هي لكن كيف احنا نطور من أداء هذه الوحدات، كيف احنا نستغل التقنيات الحديثة في في رقابة في جمع المعلومات والبيانات وغيرها. أيضا كيف احنا ممكن نفعل المحميات هذه ونطورها بحيث انها يعني تحقق الأهداف المرجوة من إقامتها. نعم. الموضوع الرابع كيف أيضا نركز على بعض الأنواع المهددة بالانقراض من حيث الدراسات والأبحاث وأيضا العوامل المؤثرة على هذه الحيوانات والتنوع الحيوي بشكل عام والتأثر فيه أو تأثر بها. إن شاء الله مخرجات يعني تحقق فائدة بالنسبة لكم كجهود من القائمين على الوزارة في هذا الجانب. شكرا على وجودكم اليوم في برنامج من عمان، أستاذ علي بن ناصر الراسبي المدير المساعد لدائرة المحميات بوزارة البيئة والشؤون المناخية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم دائما مشاهدينا على متابعتكم الطيبة. هنا ختام لحلقة الليلة من برنامجكم من عمان، لا ختام أبدا لألق هذه المتابعة، غدا لقاء آخر ونهاية الأسبوع. متابعة طيبة، أو نقول دمتم سالمين حتى تلك المتابعة. إلى اللقاء.